اعترفت بعظمة لسانه انه اكلت امبارح بدوني، اعترف بعظمة لسانه انه هو راح يشتري وهو كان كذاب، اعترفت بعظمة لسانه انه هي تاخرت كثير على الموعد، اعترفت بعظمة لسانه انه درست بدوني. قالها بعظمة لسانه. كلنا بنعرف انه اللسان عضلة، لكن مع هيك منسميه عظمة، فهل فعلا للسان عظمة؟ نحن منقول بشكل عام اعترف بعظمة لسانه. انت بتستخدميها اول شيء؟ مستخدمة. وين موجودة عظمة اللسان؟ عظمة اللسان هو يمكن ما في عظمة. لسان عظمة لا. هو عضلة يعني ما له عظمة. ما في عظمة باللسان. ابدا. لا لا. عظمة؟ والله ما بعرف. أتبك على اللي بيعرف. والله ما بعرف. وين موجودة؟ من تحت اللسان. ما في. لسان عضلة. ما في عظمة. ما بعرف. بلسان عظمة اللسان ما في عظمة من الأساس ليكون ما في عظمة اللسان في وما في يمكن تكون هي أول مرة بتسمع هالمعلومة بس فعلاً للسان عظمة وهي موجودة بين عظم الفك السفلي وصندوق الصوت العظم اللامي أو العظم اللساني الواقع عند قاعدة اللسان شكله بيشبه حذوة الفرس ويقع بمقدمة الرقبة تحت الدقن وفوق الغضروف الدرقي وبتتصل فيه عضلات عديدة تمسكه بحذر ومنها اللسان وغيرها ترتبط عظمة اللسان ارتباط وثيق بالجمجمة وهي متصلة جيداً بالعضلات خاصة الموجودة باللسان وتعتبر العظم الوحيد بالجسم غير المرتبط بآخر والمنفصل عن الهيكل العظمي.